السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة نبتدي نشرح مع بعض منهج الـ ICT او تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاص بالصف الرابع الابتدائي الترم الاول. اول حاجة لازم نكون عارفينها يعني ايه اي بترمز لكلمة information. information يعني معلومات، والسي بترمز لكلمة communication. communication يعني اتصالات، والتي بترمز لكلمة technology. technology او تكنولوجيا، يبقى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات او ICT. information communication technology. information معلومات، communication اتصالات، تكنولوجي تكنولوجيا. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو في اول المنهج في introduction كده او مقدمة جميلة قوي بيعرفنا يعني ايه information and communication technology، او يعني ايه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. طبعا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يا اصحابي احنا ممكن نعرفها بانها كل وسائل الاتصالات الحديثة، او all modern technical mechanisms، كل وسائل التكنولوجية الحديثة used in cellular and non-cellular communications، المستخدمة في الاتصالات السلكية واللاسلكية، الاتصالات الخلوية والسلكية. يعني ايه الكلام ده بشكل مبسط؟ يعني من الاخر كده هي كل التكنولوجيا المستخدمة في ان احنا نعمل اتصالات ووسائل اتصال سلكية، زي التليفون اللي في بيتنا، التليفون الارضي دي اسمها اتصالات سلكية، دي اللي هي اسمها non-cellular. non-cellular اللي هي الغير خلوية، اللي هي بتعتمد على الاسلاك والكابلات. اما cellular يعني لا سلكية او خلوية، اللي هي من الاخر زي الموبايل او التليفون المحمول اللي بيبقى معانا او مع بابا وماما. لازم نبقى عارفين النقطة دي. يبقى التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمها كبني ادمين في حياتنا في اتصالاتنا السلكية واللاسلكية. يعني ايه؟ زي ما قلنا يعني ايه سلكية؟ السلكية او اللي هي النون سيلولر زي التليفون الارضي اللي موجود في البيت. اما السيلولر او الخلوية او اللاسلكية زي الموبايل والتليفون المحمول اللي بيبقى معانا ومع بابا وماما. بيقول لنا كمان ممكن تكون the media الاعلام، اللي هي وسائل الاعلام، اللي هي مثلا التلفزيون والقنوات الفضائية والاعلانات اللي ممكن نشوفها على الفيسبوك واليوتيوب اللي احنا بنتفرج عليه دلوقتي، كل ده اسمه الميديا او الاعلام. كل الحاجات دي بنعتبرها تكنولوجيا او تكنولوجي. وزي ما قلنا المنهج بتاعنا منهج جميل قوي وبسيط قوي، هو بيعلمنا حاجات حتى بعد ما نخلص الترم ونخلص المنهج هتنفعنا في حياتنا بعد كده، مهمة جدا. فالموضوع مسلي وجميل وفي معلومات مفيدة جدا هتنفعك في حياتك بعد كده. عرفنا يعني ايه تكنولوجيا، وعرفنا ازاي هي مرتبطة بالمعلومات والاتصالات او الانفورميشن والتكنولوجي، ويعني ايه ICT يعني Information and Communication Technology، او ال ICT دي اختصار لكل كلمات دي مع بعض. ال I خاصة بInformation او الحرف منها، والسي خاصة بCommunication او الحرف منها، والتي خاصة بكلمة Technology او الحرف منها. لازم كمان يا اصحابي نبقى عارفين ان ال ICT او الInformation والCommunication Technology دي متعلقة كمان بوسائل الاتصالات التانية اللي موجودة في العصر الحديث، زي البرامج الخاصة بالموبايل والكمبيوتر. يعني مثلا الواتساب، الفيسبوك ماسنجر، الفيسبوك، الحاجات اللي احنا كلنا عارفينها. كل وسائل الاتصالات دي برضو جزء من التكنولوجيا الخاصة بالinformation and communication، لان احنا ممكن نكلم حد ونعمل معاه شات عن طريق الواتساب او عن طريق الماسنجر مثلا. ممكن كمان نكلم حد عن طريق استخدام الانترنت او شبكة المعلومات الدولية. الانترنت دي ممكن نعمل عن طريقها مكالمات عن طريق استخدام برامج معينة.
دي تعتبر برضو communication technology أو تكنولوجيا اتصالات. فلازم نبقى عارفين ان ال information and communication technology هي اسم كبير بيتحط تحت منه حاجات كتير كلها حاجات تكنولوجية وحاجات موجودة دلوقتي في العصر الحديث بتاعنا بتخدمنا وبتسهل علينا ازاي نوصل للمعلومات بشكل افضل وازاي نعمل اتصالات وتواصل مع العالم حوالينا بشكل احسن. اول درس عندنا اسمه Active Explorer. Active Explorer او المستكشف النشط هو هنا بيكلمنا وبيقول لنا ان احنا عندنا بعض الشخصيات اللي في الكتاب زي ما احنا شايفين قدامنا. الشخصيات دي طبعا هنعرف اسمائها وهنعرفها بشكل اكبر اثناء دراستنا للمنهج بتاع الكتاب ده. طبعا كل شخصية منهم هتطلع لنا في قصة او في معلومة من المعلومات الخاصة بالدروس الجميلة بتاعتنا. اول درس عندنا في المحور الاول اسمه Active Explorer او المستكشف النشط. بيعرفنا طبعا في الدرس ده ان احنا معانا مجموعة من الشخصيات الكرتونية. الكاركترز دي او الشخصيات دي طبعا هم موجودين في الكتاب علشان يعملوا لنا اتراكت او يجذبونا ان احنا ندرس الستوريز او القصص الجميلة اللي موجودة في المنهج. عندنا كمان بعض الفيديوهات او الفيديوز اللي احنا هنشوفها ساعدنا ان احنا نعمل كوميونيكيت او نوصل الانفورميشن او المعلومات بشكل افضل لينا كلنا. فطبعا في اكتف اكسبلورر او المستكشف النشط بيعرفنا ان احنا عندنا الكاركترز اللي موجودة في الكتاب عندنا دي موجودة علشان تجذبنا وتخلينا نستمتع بالستوريز او القصص اللي موجودة عندنا والفيديوز كمان اللي احنا هنشوفها مع بعض علشان نعمل كوميونيكيت او نوصل الانفورميشن او المعلومات لينا ولاصحابنا بشكل افضل. كمان بتعمل expressing او بتعبر بتمثل the role of technology دور التكنولوجيا and the extent of its development وامتداد التطور بتاعها over time على مر الزمن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بتعبر لنا وبتوضح لنا ازاي التكنولوجيا حصل فيها تطور over time او على مر الزمن على مر السنين الطويلة ممكن تكون مئات السنين او الاف السنين كمان من اول ما الانسان كان بدأ يفكر ازاي يكتب الحاجات اللي هو عايز ما ينسهاش وينقشها على الحجارة وعلى جدران المعابد وعلى جدران الكهوف وازاي الحضارات اللي قبل كده كانت بتبعت الرسائل بتاعتها في شكل مكتوب. اصلا ازاي الانسان قدر يفكر ان هو يكتب افكاره وان هو يبتكر ويخترع الكتابة علشان يدون الحاجات وما ينسهاش او علشان يبعت رسائل للعالم حواليه البلاد اللي جنبه الناس اللي بعيدة عنه. كل ده اسمه development over time او تطور على مر الزمن. بعد كده الانسان طور الوسائل بتاعته وقدر كمان يبتكر وسيلة تانية وهي ان هو يبعت الرسائل دي عن طريق الحمام الزاجل مثلا. ان هو يدرب الحمام يدرب نوع معين من الحمام النوع ده معروف ان هو بيحفظ الطريق كويس ويبعت معاه رسائل لأماكن تانية بعيدة عنه أفضل ما يبعتها مع ناس ممكن يوصلوا ممكن ما يوصلوش. الحمام الزاجل ده كان بيوصلها بشكل أسرع. بعد كده فكر وإزاي اخترع البريد وإزاي اخترع طرق البريد يتحرك فيها وصندوق للبريد موجود في كل حتة والبريد إزاي نبعته وإزاي نكتبه وإزاي نحط طابع البريد. بعد كده ابتكر وسائل الاتصال إزاي ابتكر أول تليفون بسماعة تقدر تكلم عن طريقه شخص تاني في بلد تانية او في حتة تانية بعيدة عنك خالص. الموضوع اتطور وبقى فيه عندنا موبايل وفي كمبيوتر وفي انترنت وعالم مفتوح حواليك عالم موجود حواليك تقدر تكلمه اي وقت في 24 ساعة بتاعت اليوم والاتصال بتاعك مع العالم ده بقى سهل جدا. ممكن تكلم شخص تاني بعيد في قارة تانية في بلد تانية انت عندك في بلدك الوقت بالليل هو عنده الوقت بتاعه اللي هو قاعد فيه بالنهار وبتكلموا مع بعض عادي في نفس الثانية وفي نفس الوقت مع بعض عادي من غير ما تتعبوا من غير ما تتكلف ان انت تروح او تبعت او تعمل اي حاجة. كل ده development او تطور over time
او على مر الزمن، فلازم نعرف الحاجات دي، وهنعرف الكلام ده بشكل مفصل في الدروس اللي بعد كده. فهنا في الاكتيف اكسبلورر او المستكشف الصغير بيوضح لنا ان احنا عندنا الشخصيات الجميلة دي في الكتاب، بيوضح لنا كمان ان احنا عندنا الشخصيات دي هتساعدنا ان احنا نسمع ونعرف الستوريز الجميلة اللي موجودة في الكتاب عندنا، نشوف الفيديوز اللي موجودة عندنا، وكمان بتساعدنا ان احنا نعمل كوميونيكيت او نوصل الانفورميشن او المعلومات اللي موجودة عندنا بشكل افضل، وكمان بتعمل اكسبريسنج او بتعبر عن the role of technology، دور التكنولوجيا، and the extent وامتداد of its development، التطور بتاعها over time او على مر الزمن. زي ما قلنا من شوية the development of technology او تطور التكنولوجيا، طبعا ده الدرس الثاني اللي موجود عندنا، ازاي بقى لازم نعرف التكنولوجيا اتطورت ازاي عبر الزمن. طبعا in all time periods او في كل عصور الزمن، في كل اوقات الزمن، man الانسان was able to create ways of communication، كان قادر ان هو يعمل وينشئ وسائل او طرق للاتصال، ان هو يتواصل مع العالم حواليه، سواء العالم ده كان بعض الاشخاص حواليه في المكان اللي هو فيه او بلاد تانية او اماكن تانية بعيدة عنه. and this includes، وده بيتضمن conversations المحادثات، ان احنا ازاي نقدر نتكلم مع بعض كبني ادمين، and listening وازاي نسمع بعض، and all ways of expression وكل وسائل التعبير such as blogging drawing and others، زي مثلا ازاي نقدر نكتب وندون المعلومات اللي احنا بنكتبها دي، blogging يعني ان احنا ندون، ودروينج يعني ان احنا نرسم، and others والحاجات التانية، ازاي نقدر نعمل بلوجينج او ازاي نقدر نعمل تدوين للمعلومات او الحاجات اللي احنا عايزين نقولها على مثلا جدران الكهوف. بعدين الحضارات جت، والحضارة مثلا الفرعونية العظيمة بتاعتنا، الانسان فكر ان هو يعمل معابد ضخمة ومسلات ضخمة، ويعمل رسوم ويعمل دروينج على الجدران بتاعتها، يكتب فيها قصص والحاجات اللي حصلت في العصر بتاعه، وازاي هم كانوا متقدمين في علوم كتيرة، واحنا بعد الاف السنين نفضل نشوف الحاجات اللي هم عملوها دي، والنقوش والرسوم اللي هم سابوها لنا دي حتى بعد الاف السنين، ده اسمه بلوجينج. وهم هنا سجلوا المعلومات الخاصة بالحضارة بتاعتهم، وفضلت اوفر تايم او على مر الزمن موجودة قدامنا. كمان طبعا الـ development of technology او تطور التكنولوجيا بيوضح لنا ازاي ان الانسان بعد كده قدر يبتكر وسائل الاتصال الاحدث شوية. هو في الاول قدر يعمل blogging وبعدين drawing، blogging ودrawing او تدوين ورسم للافكار بتاعته والمعلومات اللي هو عايز يقولها على الجدران اللي حواليه في الكهوف والمعابد والمسلات. بعد كده بدأ يفكر، لان في حاجات كتيرة هو بدأ يكتشفها في العالم حواليه، فبدأ يفكر ان هو يدون بشكل افضل، قدر بعد كده ان هو يخترع الورق، وبعدين يقدر يكتب على الورق ده ويحتفظ بمعلومات اكتر. بعد كده بمرور الزمن زي ما قلنا قدر يبعت الورق ده في شكل رسائل مع الحمام الزاجل، وقدر بعد كده يعمل البريد، وبعد كده اخترع التليفون، وبعد كده اخترع الكمبيوتر، وطبعا اخترع بعد ما اخترع التليفون والكمبيوتر اخترع الموبايل والتليفون المحمول، وبعدين الابليكيشنز كتير جدا اللي موجودة على الكمبيوتر وعلى الموبايل، اللي هي التطبيقات الكتير جدا اللي بتساعدنا وبتخدمنا وبتسهل علينا حياتنا. كل دي حاجات حصلت وبتمثل لنا الـ development او تطور of technology، تطور التكنولوجيا over time او على مر الزمن. فعلشان كده هو هنا بيقول لنا innovation يعني الابتكار of new technologies، التكنولوجيات الجديدة، continued يعني لسه مستمر، واستمر لان لحد الوقت اللي احنا فيه ده التكنولوجي او تكنولوجيا بيحصل لها development، وكل وقت التكنولوجيا بتتطور اكتر، في تطور بيحصل في التكنولوجيا بشكل مستمر حتى على مر العصور، حتى في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. فهنا بيورينا بقى الفرق بين البري تكنولوجي او قبل التكنولوجيا وبوست تكنولوجي بعد التكنولوجيا.
البري تكنولوجي او قبل التكنولوجيا مثلا كان في حاجة اسمها اللايتنج كاندلز، الانسان كان بيستخدم الكاندلز او الشموع علشان يقدر يشوف، فكان بيستخدم اللايتنج كاندلز او شموع الاضاءة علشان يشوف. اما بوست تكنولوجي او بعد التكنولوجيا استخدمنا الادفانسد لايتنج، الادفانسد لايتنج او الاضاءة المتطورة. في كمان البري تكنولوجي او قبل التكنولوجيا بلوجينج اون ذا وولز، كان الانسان بيعمل تدوين، بلوجينج اون ذا وولز على الجدران، جدران اي حاجه حواليه كان بيبتدي يعمل عليها بلوجينج لافكاره، بيدون عليها الافكار بتاعته والحاجات اللي هو عايز يكتبها. بوست تكنولوجي او بعد التكنولوجيا كويك بلوجينج اون فونز اند ديفايسز، في تدوين سريع كويك بلوجينج on phones على التليفونات اللي في ايدينا كلنا and devices والأجهزة المختلفة. pre-technology في قبل التكنولوجيا كان في الcommunication between humans is weak and slow، الcommunication او التواصل between humans بين البشر بين البني ادمين is weak، كان ضعيف and slow بطيء زي ما قلنا، علشان الانسان كان يبعت رسالة يا اما توصل يا اما ما توصلش، وكان علشان يتواصل مع اي بلد بعيد عنه او قريبة منه حتى كان الموضوع صعب جدا ومعقد جدا، فكان weak كان ضعيف and slow بطيء. اما دلوقتي post technology او بعد التكنولوجيا interpersonal communication التواصل الشخصي is fast سريع and advanced ومتقدم. طبعا التواصل دلوقتي زي ما قلنا سريع ومتقدم جدا، تقدر تكلم حد في اخر العالم وهو في نفس وهو في بيته وانت في بيتك، وهو في بلد تانية خالص فيها مثلا وقت مختلف خالص عنك في نفس الوقت بمنتهى السهولة. فالinterpersonal communication is fast and advanced، التواصل بين الناس النهاردة بقى fast بقى سريع and advanced advanced ومتقدم. كمان في فرق تاني في pre-technology او قبل التكنولوجيا، the industries الصناعات are few قليلة and handy، and handy ويدوية، كان الانسان بيصنع صناعات قليلة جدا وكانت handy، handy يدوية كان بيعملها على ايده، فكانت الكميات كمان اللي بيصنعها قليلة جدا فعلشان كده كانت ضعيفة. فهنا بيعرفنا بيقولنا the industries او الصناعات are few قليلة and handy وكانت يدوية. هنا post technology او بعد التكنولوجيا few handicrafts، قليل جدا لما تلاقي handicrafts او حرف يدوية، and total dependence on equipments، total dependence والاعتماد الكلي on equipments على المعدات على الالات. يبقى few handicrafts، handicrafts اللي هي اسمها الحرف اليدوية، and the total dependence والاعتماد الكلي on equipments، on equipments على المعدات. اخر حاجة عندنا لازم نعرفها النهاردة في الـ pre-technology او قبل التكنولوجيا rely on the human factor more، rely يعني الاعتماد on على the human factor العنصر البشري more كان اكتر. اما post-technology او بعد التكنولوجيا dependence on the technological and industrial factor، الاعتماد دلوقتي على التكنولوجيكال اند اندستريال فاكتور، الاعتماد على العامل التكنولوجي التكنولوجيكال اند اندستريال والصناعي اكتر. لان زمان قبل البري تكنولوجي او قبل التكنولوجيا كان الانسان هو اللي بيعمل كل حاجه بايده، كان هو اللي بيصنع الحاجات بايده، هو اللي بيعمل كل حاجه مثلا في الزراعه بايده، هو اللي كان بيوصل الرسائل بايده، فكان الريلاي او الاعتماد on على human factor العنصر البشري more اكبر بكتير. لكن دلوقتي post technology بعد التكنولوجيا ال dependence او الاعتماد on the technological and industrial factor، الاعتماد كله على التكنولوجيكال and industrial factor على العامل التكنولوجي والصناعي، لان الانسان دلوقتي اخترع الالات اللي بتريحه وبتسهل عليه عمل كل حاجة، الات بتساعده في الزراعة، الات بتساعده في الصناعة، الات بتساعده تواصل والاتصال، فبقى دلوقتي الموضوع اسهل بكتير.
بكده نكون أخدنا الدرس الأول والدرس التاني، وعرفنا المقدمة الجميلة عن المنهج الجميل اللي عندنا. المنهج ده جميل جدا، أنا بشرح المنهج ده باللغة العربية كمان لأصحابنا في المدارس العربي، وبشرحه طبعا للمدارس التجريبي واللغات باللغة الإنجليزية. أتمنى أن أنت تكون استفدت من درس النهاردة، وأتمنى أن أنت تكون استفدت واستمتعت بالمقدمة الجميلة الخاصة بالمنهج الجميل ده. المهم أن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.